طب ارحب بكابتن احمد الصغير مدرب البطل احمد الجندي في سلاح الشيش. برضو انطباع حضرتك وازاي كنتم تارجتين على الميداليه، يعني فكره الميداليه وشبه كنتوا قايلين يعني في جواكوا كده ان فضه رايحين للفضه. والله هو القصه كلها في ان احمد ما شاء الله يعني في الفتره اللي فاتت دي في اواخر من سنه او سنه ونص قبل كورونا بالظبط، هو احمد كان كل دي فتره ناشئين، فالموضوع ما بين الفرق ما بين الناشئين والكبار فرق كبير جدا. فهو ما شاء الله في كل مراحل الناشئين كان دايما هو رقم واحد في السلاح او رقم اثنين في البطولات معظمها. لكن لما واجهنا الكبار بقى والكلام ده فالوضع كان مختلف، بس هو الصراحه كان قدها ما شاء الله. هو كان حمول وصبور لان السلاح لعبه تعتمد في اساسها على الخبره والتكرار. مش زي الالعاب الرقميه، يعني احمد ما شاء الله ارقامه بتتحسن مدى عن مدى، بس حاجات بسيطه في حاجات بسيطه لحد ما يوصل لرقم جامد جدا، عشان هو في الكومباين والسباحه من احسن ارقام في العالم. لكن السلاح لعبه بتعتمد على الخبره والتكرار طبعا، واحنا كل البطولات اللي لازم يشارك فيها كبار كبار لغايه لما يعرف التكنيكس بتاعت الناس دي ازاي بالظبط. بالظبط. فهو ما شاء الله احنا كان في تارجت معين محتاجينه في البطوله والحمد لله هو قدر يوصل له يعني. وكانت والله يعني هو من يوم السلاح، يوم ما خلصنا السلاح فضل اللي احنا كنا متوقعين الميداليه خلاص الحمد لله. بس هي كانت ما بين بقى فضه يا برونز يعني. يعني الذهب طبعا مش بعيده طبعا الحمد لله، بس هو بعد ما ادى السلاح ما شاء الله وكان راجل الصراحه، وضغط المنافسه حضرتك مش مستوعب عامل ازاي طبعا. لا اكيد متخيلين يا فندم. لا لا ضغط حضرتك تحس ان في حاجه قبض على نفسك جامد طبعا. وهو يعني كان بيحارب فطاحل، زائد ان الناس عارفه ان احمد جامد جدا 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 في السباحه والكومباين في الجادي في الليزر ران يعني. فالناس اللعيبه بتلعبه بشراسه. يعني اللعيبه بتلعبه بشراسه غير طبيعيه، مع ان احمد اصغر واحد فيهم، احمد لسه جونيور جايب اول عالم بس جونيور. هم مقلقين بقى، ده الراجل واخد ذهبيه اولمبيه الشباب وواخد بكاس بطوله الناشئين، يعني ثلاثه ذهب ورا بعض ما شاء الله في 18 يعني. هو ما شاء الله لا الله اكبر عليه يعني. هو ربنا يحفظه، كان يعني عامل اكتساح في المسابقات الرقميه دي، هو كاسح الدنيا خالص ما شاء الله اصغر. لكن في الالعاب الخبره دي بقى هم كانوا في سنه من الغل، بس هو ما شاء الله كان قدها. هو حمول جدا على فكره طبعا، قدها وقدود ان شاء الله، قدها وقدود وطبعا بجهد اكيد برضه حضراتكم. شكرا جزيلا كابتن احمد الصغير، شكرا جزيلا كابتن علي الوكيل، شكرا لحضراتكم.